حاجه اضافه كبيره جدا. اولا عندنا من احسن الاثنين لعيبه موجودين في العالم دلوقتي، محمد صلاح ومحرز، متهيألي كانوا هيضيفوا بريق للبطوله. الجماهير المصريه والجزائريه اعتقد ضعف الجماهير اللي موجود، يعني كان هيبقى جماهير في كثافه عدديه غير عاديه، لان معروف ان الجزائر ومصر والمغرب وتونس طبعا عندهم الشغف وحبهم لوطنهم وحبهم للكوره يعني.